فلا طريقة وكيفية إلغاء تفعيل. إلغاء تفعيل اكتشاف على تطبيقكم تيك توك، نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات البريد الإلكتروني، من ثم سوف نقوم بانتظار قليلا والبحث هنا عن تطبيق الاكتشاف. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل الاكتشاف، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.